هلو جايز، كيفكن اليوم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الأورنج كيك أو الكيك بالبرتقال. المكونات هن 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة كبيرة من بيكنج باودر، معلقة كبيرة من برش البردقان، كباية عصير بردقان، 2 طحين، كباية سكر، رشة بيكربونات الصوديوم منا ضرورية، ونص كباية زيت. أول شي منحط البيض، منضيف الفانيلا، وبنخلطهم منيح بخلاط كهربائي. بعد ما نخلط منيح نضيف السكر ونخلط كمان مرة تانية منيح. بعد ما نخلط منيح ونتأكد انه داب السكر، هنضيف برش البردقان، وهون منبلش منحرك بحيالة معلقة، بس ما منحرك بالخلاط الكهربائي. منضيف عصير البردقان، منضيف الزيت، منضيف بيكربونات الصوديوم، منضيف أول كاسة طحين تدريجيا نحن وعم نخلط شوي شوي. بعدين منضيف تاني كاسة طحين تدريجيا وكمان نرجع نخلط. منزيد البيكنج باودر ومنخلط منيح لحتى نتأكد انه كل المكونات دابوا بقلب المزيج. منحضر قالب كيك حاطين بقلبه سمنة ورشين كمان طحين حتى ما يلزق الكيك، وبعدين منضيف المزيج. منحط المزيج لنص ساعة بقلب الفرن على حرارة 180 درجة، بس ما ننسى انه لازم يكون الفرن حامي قبل 10 دقايق او 20 دقيقة من ما نحط الكيك. وهيك الكيك بيكون صار جاهز، فيكن تزينوه او فيكن تتركوه مثل ما هو. وهيك بيكون خلص الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم بالفيديو الجاي.